مامتي بطلة خارقة حقيقية، بعد كل ده هي بتعرف تعمل كل حاجة في العالم. أنا عندي شغل كتير قوي يتعمل، مش عارفة أبدأ منين. أنا محتاجة أكوي الهدوم وأكنس وأغسل جبل كامل من الأطباق، مش عارفة أعمل إيه في الأول. أنا لازم بس أفضل قوية. بيني امسكي نفسك. الأم السوبر تقدر تعمل كذا حاجة في وقت واحد، ده بيكون شكل الأمور على أي حال. في حاجات كتيرة تتعمل، كتابة وصف الكيكة اللذيذة وكوي الملايات وبدء التنظيف والرد على الإيميلات المهمة، وبتكافئ نفسها بكوباية شاي حلوة. كويس جداً إن الأم الخارقة بتقدر تعمل كل حاجة مرة واحدة. إيه توفير الوقت ده؟ كل حاجة نطفت بسرعة. كل أم شاطرة بتعرف إزاي تعمل سناك لذيذة وصحية للمدرسة. مش لازم تلاقي إن بنتك تاخد معاها تغذية كافية. أخيراً الغداء. في إيه في اللانش بوكس بتاعي؟ طيب ده احتمال يكون صحي لكنه مش لذيذ خالص حسب تعبيرات وش سندي. وأسوأ جزء هو في نفس الوقت الأم بتشرب شاي مع كيكة، لكن سندي ذكية. أوريوز، صودا، شيبس، أي بنت مراهقة هتحب غدا زي ده. لكن سندي ما خدتش في اعتبارها ده، إن ماما بتقدر تشوف كل حاجة. بتاخد فعل الشفايف مقفولين، ومجرد ما سندي بتبص على الأكل اللي مش صحي شفايفها بتلزق في بعض. طيب هي ما بقتش مهتمة بخصوص الشيبس خلاص، ومامتها سعيدة. إنقاذ بنتك من الكوليسترول العالي مهم زي إنقاذ العالم بالظبط. سندي بترجع البيت بعد المدرسة، واضح إنها اتحبست في المطر وجالها برد. المسكينة محتاجة إنها تتدفى. أوه لا، إنتي تعبانة؟ هاتشو، مامتك هتهتم بيكي، إنتي عندك حمى وجزمتك مبلولة. ماما هتنشف بنتها المسكينة وتدفيها. ده بيحصل بالشكل ده وأكتر. واضح إن سندي حاسة بتحسن. الأم السوبر ضد البرد، ماما بتفوز بلمس الأكتاف. محاولة للخروج من البيت تحت مراقبة عيون الأم احتمال تكون مش ناجحة. انتي هتخرجي بره وانتي لابسة كده؟ أيوة، دي موضة جدا دلوقتي، كمان إن طعم الباندا لطيف جدا، وكمان دافي قوي. لكنك مش هتقدري تخدعي الرؤية بأشعة إكس، طب قصير وجيبة قصيرة؟ توقعت ده. أيوة، مش هتقدري تخبي أي حاجة عن مامتك، هي مش هتخلي ده يفلت. طيب، روحي غيري. ماما بتجيب جبل كبير من البقالة من السوبر ماركت، ده المفروض يكفي أسبوع، لكن هتحتاج وقت قد إيه لتحميل كل الحاجات دي في العربية؟ أسبوع تاني؟ مستحيل، بالنسبة لتاني دي سهلة، ماما بترمي محتويات عربية التسوق في شنطة العربية بحركة واحدة. طيب دلوقتي ممكن نمشي، بطلة سوبر بس اللي تقدر تعمل ده. سندي هتخرج في ميعاد مع شاب، عصافير الحب بيتكلموا على بنش في الجنينة. ماما مشغولة بحاجة زي العادة، هي لازم تسأل ورد. لما فجأة تم رصد الخطر، ده بيحاول يبوس بنتي. مش بالسرعة دي يا ولد، واضح إن البوسة خطر. حركة واحدة صغيرة ورقبة الشاب تبدأ تثبت، مش هيحس إنه عايز يبوسها تاني خلاص.
هاي ماما، انتي بتعملي ايه؟ مفيش حاجة شخصية، ماما مقتنعة بس ان سندي لسه صغيرة جدا على انها تروح في ميعاد. انا زهقانة قوي، يا ترى المفروض اعمل ايه؟ اذاكر. ماما دايما بتفكرك ان عندك واجبات لحد ما تخلصي قراية كل ده. مفيش موبايل، الساعة بتدق. لكن سندي مش عايزة تذاكر. الاول هي هتعمل شفايفها وترسم شوية نمش وتربط شعرها دي الحصان، ودلوقتي هتفرد نفسها على السرير وتلعب في المكان. أو بس تبص على الموبايل بتاعها، ماما مش هتقدر تشوفها على أي حال. ماما هي كمان بتذاكر كتب جديدة كتيرة جدا مثيرة للاهتمام. واو، عندها سرعة خارقة في القراية. أتمنى لو أقدر أقرأ بالسرعة دي. طيب هي سندي بتعمل إيه؟ واضح إن الأم بتقدر تشوف من خلال الحيطة، ودراعها الطويل جدا بيقدر يوصل لأي مكان علشان تخلي بنتها تلتزم بالمذاكرة. أنا قلتلك مفيش موبايل. أنا هاخده منك دلوقتي. سندي مضطرة تقرأ كتب المدرسة. أوه طيب، هو ده المطلوب. أحياناً الأمهات والبنات بيتصرفوا زي الأصدقاء بالظبط. عندهم اهتمامات مشتركة كتيرة قوي، مثلاً بيحبوا الآيس كريم. أوبس، دي مأساة. سندي فستانها بقى مش نظيف، يا ترى في أي طريقة للتغيير؟ دي مشكلة، لكن ماما عارفة هتعمل إيه. بتحرك ايديها والايس كريم بيرجع لمكانه تاني، وحتى البقعه اختفت. ماما انتي مدهشه، ده سحر حب الام. ماما بتوصل بنتها بره البيت، فهي ممكن تروح في رحله. طيب ليه لا، بس خليكي مركزه وانتي سايقه. اوبس، وهنا بتحصل مشكله. واضح ان في حاجه رهيبه هتحصل. ماما بتقدر تحس بالخطر من على بعد. أوه لا، أقف يا سندي، بس انت رايحة فين؟ مستحيل، هي ازاي وصلت هنا؟ فيهو، كويس انها عملت ده. دلوقتي لازم تتكلم كلام مهم مع السواقة الشابة. ودلوقتي ده وقت الاستمتاع شوية، بيروحوا يتمشوا في الجنينة. يا ترى المفروض يعملوا ايه؟ في مهرج ظريف ممكن تجربي هدفك. سندي هترمي أسهم، لكن ماما قدرت تفهم إن في سرقة هتحصل في الجنينة اللي جنبها. في لمح البصر بتظهر جنب الضحية وبتمنع الجريمة. البنت دي كان ممكن تخسر محفظتها لو ما كانتش الأم الخارقة هنا. صورة سيلفي مع البطلة الخارقة، ودلوقتي ممكن ترجعي للأسهم. سندي لسه حتى ما بدأتش، وماما بتوصل في الوقت المناسب علشان تشوف رميتها الممتازة. هاي سندي بتنام. النهاردة هيكون عندها 14 سنة، وماما حضرت مفاجأة وقت صحيان البنت صاحبة عيد الميلاد. ده هايل جدا، بالونات وكيكة. دلوقتي لازم نولع الشموع. اتمني أمنية وانفخي فيهم. أوبس، ماما مصدومة، واضح إن بنتها عندها قوة خارقة. أوه أسفة جدا بخصوص الكيكة، ما تقلقيش، دي زي ما يكون قواكي الخارقة. دلوقتي انتي بطلة سوبر. إيه رأيك تبصي بس على الموجود في العلبة؟ دي بدلة بطلة خارقة. طبعا أم زي دي لازم بنتها تكون خارقة كمان. لطيف، انطلقي، انقاذ العالم مش هيستنى. انك تكوني بنت الام خارقه حاجه حلوه جدا. يا ترى عجبكم الفيديو بتاعنا عن الام الخارقه؟ تفتكروا ان مامكم بطله خارقه؟ قولوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش فيديوهات جديده عن الامهات من ترون ترون سلكت.